الخبرات، ايه الـ يعني لو اقول كده خطوط عريضه، مين الناس اللي نستعين بيهم عشان البطوله دي تكون هي الاهم في افريقيا؟ نستعين بالاصلح اكيد، نستعين بالناس مش هقول المخلصه، احنا كلنا مخلصين يعني، من اكبر واحد فينا لاصغر واحد فينا في البلد دي احنا اكيد كلنا مخلصين، واكيد كلنا عايزين نطلع بالبطوله دي في احسن مستوى. بس مهم جدا ان احنا نختار الشخصيات المناسبه، شخصيات من داخل منظومه كره القدم على الاقل فاهمه في كره القدم، ليها خبرات، سواء خبرات في اللعب او في خبرات تنظيميه، دي حاجات كلها مهمه. اللغات طبعا، اتقان اللغات على الاقل الانجليش والفرنش، لان هم دول الاثنين المهمين. احنا عندنا 24 دوله، يمكن تلاقي انجولا لو موجوده هي بورتوجيز، هي اللغة البرتغالية، هم وموزمبيق، فدي أهم يعني. اللغات طبعا مهمة جدا، مهم طبعا ان احنا الفترة عندنا قليلة جدا، فمهم قوي ان احنا يبقى الناس متفرغة، يعني تتفرغ تفرغ كامل لهذه البطولة. احنا مفروض نكون ابتدينا من اول امبارح او من الاسبوع اللي فات، لان الفترة قريبة جدا. يعني اللي هم بتقولي لجنة منظمة، كلجنة منظمة لازم نتبقى ناس متفرغة، متفرغة بشكل كامل للبطولة. ومن ضمن الحاجات طبعا اللي يفضل طبعا ان كل ما العدد كان قليل كل ما البطولة نجحت. ده انا بتكلم من تجاربنا في 2006 و2009، كان اللجنة الرئيسية كان عدد بسيط جدا جدا جدا، يعني لان احنا المفروض ان انت بتعمل لجنه منظمه موازيه للبطوله للاتحاد الافريقي. خالد عبد العزيز كان طبعا كان مهندس هاني كان رئيس اللجنه المنظمه، خالد عبد العزيز مدير البطوله اللي بقى وزير شباب بعد كده بالظبط، وكان برضو كان في بقى لجان بقى مختلفه، ولكن بيبقى مثلا رئيس اللجنه وكان معاه اتنين اسيستنت. انا كنت انا وفيكن كنا في الاعلام، احنا الاتنين بس كنا في الاعلام. مش بمعنى لجان، حتى لو تلاقي في المواصفات في الانتقالات ليه؟ لان علشان تبقى انت يعني بقى في تركيز، تعرف تشتغل. لما يبقى في ناس كتير، يعني لما تلاقي مثلا لجنه فيها 20 30 نفر، مين هيعمل ايه؟ exactly. كله هيرمي على بعض exactly. ده ولا ده ولا ده. وبعدين زي ما يقولوا، لو حصلت اي مشكله في اي مكان، طب انت هتكلم مين؟ فكل ما كان العدد قليل، وما ولا مش هتبقى زحمه، الناس عندها خبره بالظبط. وكان معروف ان في 2006 وفي 2009 كمان كانوا معروفين الشخصيات، فاي حد عاوز حاجه هو عارف رايح يكلم مين. فده اللي سهل الامور، فدي حاجه مهمه جدا علشان ما يحصلش تضارب في الشغل. وطبعا ده على مستوى طبعا كل اللجان، فدي هي المفروض ان الحاجات الاساسيه. وبصراحه يعني ان الواحد ده انت بتتكلم ان احنا لازم نشتغل 24/7، يعني 24 ساعه في مفيش اجازات، مفيش حاجه، لا يعني. وبصراحه الواحد انبسط النهارده البطوله بكره، البطوله بالظبط. لا خلاص البطوله بكره، انت في لحظه اول القرعه ما هتتعمل خلاص. فانت فاحنا بنتكلم بقى، احنا ما قدامناش 6 شهور، احنا قدامنا من هنا لحد القرعه، لان لحد الاسبوع الاول، لان الاتحاد قرر ان القرعه هتكون اول اسبوع في ابريل. فالمفروض ان يوم القرعه ما هتتعمل، تاني يوم بتطلع وفود الدول المشاركه 23، كل واحد بيروح خلاص عرف مدينته، فبتطلع بيهم اللجنه المنظمه المفروض بتعمل ده، واحنا عملنا ده قبل كده. تاني يوم على طول انت بتطلع، اللي طالع بورسعيد، اللي طالع اسكندريه، اللي طالع اسماعيليه، اللي طالع السويس. تاني يوم محددين، تاني يوم انت هتوري له بقى ايه؟ هتوري الاستاد الرئيسي، هتوري ملاعب التدريب، هتوري الفنادق، هتوري الطريق من هنا لهنا لهنا، وهيعمل تشيك على كل حاجه. وبيبقى على فكره كل المندوبين دول معاهم مندوبين من سفاراتهم، عشان سفاراتهم لما هم بيمشوا هو بيتابع وبيروح يتابع. فيبقى احنا بنتكلم ايه؟ احنا بنتكلم لحد ابريل، مش 6 اشهر، احنا بنتكلم لحد ابريل. نعم. طيب خلينا استاذ باسل كمان.